التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر بنائب وزير الدفاع السيراليوني مواني إبراهيم ماساكوي الذي يزور مصر حاليا ضمن فعالية الاجتماع الأول للجنة التعاون العسكري المصرية السيراليانوية. وتناول اللقاء سبل دعم وتطوير أفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين في العديد من المجالات. وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على عمق علاقات التعاون التي تجمع القوات المسلحة ونظيراتها بالدول الإفريقية، مشيدا بما وصلت إليه اللجنة من مجهودات لتحقيق الرؤى المشتركة في كافة المجالات العسكرية والتدريبية لكلا الجانبين. من جانبه أعرب نائب وزير الدفاع السيراليوني عن عمق الروابط والعلاقات التي تجمع مصر وسيراليون، مشيدا بالجهود المصرية لدعم الأمن والسلم في القارة الإفريقية.